واليوم شهداء وجرحى سقطوا على أغلى أرض بوصلت كل حرب هذا العالم، فلسطين وغزة والقدس وكل مدن فلسطين. والعالم صامت والعالم ينظر ويترقب. جاء قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للدولة اليهودية، ليغير معادلة السلام التي تشكل فيها المدينة المقدسة حجر الزاوية في أي حل عادل للقضية الفلسطينية. أخي في الله، بت اليوم في الميدان عنوانا، إذا عاينت مغتصبا فحاوره، حوار الطعن بالإقناع أجدى، فاطعن الآن، فلا مولى لهم كلا وإن الله مولانا، وإن أحصيتهم عددا فكن في الدهس فنانا، فلا مولى لهم كلا وإن الله مولانا. Your people who believe in God, who blessed its mosques, churches, and all the things that surround the city. The city will remain witness of the victory of good over evil and right over wrong. نحن اليوم في يوم القدس، ولهذا سأقول عن غزة، هي غزة في قلبك، وهي المنازل لم تزرها بيتك، وهي القنابل حين تسقط فوق أرضك في البعيد تهزك، وهم الثكالى للصلاة على الشهيد توضأوا من دمك. من هذا الرباط من الأردن سنقولها، هناك ذرعت ساريتي وانتظر لعلني أستفق على أنغام موطني. القدس تحييكم. الله أكبر.